والحقيقة أن مهرجان العالمين ومن بداية نسخته الثانية وهو في كتير من الأنشطة الرياضية اتكلمنا على كتير منها، لكن من ضمن الرياضات المشاركة بالمهرجان بطولة لعبة الفنون القتالية المختلطة. وبطولة الفنون القتالية المختلطة من المفترض أنها هتبدأ يوم 22 أغسطس لحد يوم 28 من نفس الشهر. هنتعرف على معلومات أكتر عن اللعبة من المسؤول عن فعالية ألعاب الفنون القتالية أستاذ مصطفى القاضي، برحب بيك. ليلى هنا، مساء الخير، بتشرف بوجودي مع حضرتك. مساء الخير، منور. وعايزين نعرف منك الأول، إيه هي لعبة الفنون القتالية المختلطة؟ إيه الرياضة دي؟ والله زي ما احنا عارفين في رياضات كتير موجودة، فنون قتالية مختلفة كتير زي الجودو والتايكوندو والبرازيليان جيتسو والماي تاي. فجات الفكرة لبعض المسؤولين عن هذه الرياضات المختلفة في التسعينات، في أوائل التسعينات، ان يشوفوا مين اقوى حد في كل رياضه من دول. فجابوا فايتر بيلعب كل رياضه من دول يلعبوا بعض، وبعدين طلعت لهم فكره يجمعوا جزء من كل رياضه من السبع العاب دي ويعملوهم في رياضه واحده اسمها رياضه الفنون القتاليه المختلطه. وده تقدر تكون الكومبليت فايتر اللي يقدر يدافع عن نفسه وهو واقف فوق على الارض سترايكينج كبوكسينج وكيك بوكسينج وماي تاي، وبعدين وهم بيوقعوا بعض على الارض الريسلينج او المصارعه لحد ما يوصلوا للجراوند جيم اللي هي البرازيليان جيتسو، ازاي يقدروا يلعبوا بعض وهم على الارض. ومده المباراه بتكون قد ايه تقريبا، او مده النزال هل زي في الالعاب الثانيه حسب طبعا النقطه اللي بياخدها اللي بيفوز، ولا بتعتمد على ايه؟ ده حقيقي، هي بتتحسب بالنقاط. يعني طريقه انهاء النزال، النزال لو مش على اللقب بيكون من 3 جولات، كل جوله 5 دقائق والفاصل ما بينهم دقيقه للراحه. لو بيتلعب على الحزام ولقب البطولة بيكون من 5 جولات، برضو كل جولة 5 دقائق وفاصل ما بينهم دقيقة للراحة. طريقة إنهاء النزال يا إما بقرار الحكام لو وصلوا لحد آخر جولة حسب الضربات اللي لبست من الخصم في التاني وحققت له دامج بيحسبوا عليها بوينتس، يا إما لو خلصت بطريقة الخضوع أو الاستسلام، حركة خضوع أو استسلام، أو لو خلصت بالقضية اللي هي اسم بطولتنا قضية الفنون القتالية المختلطة. وشكل الملعب يعني شبيه أكتر بملعب الجوجيتسو مثلا ولا ملعب الملاكمة، بيبقى شكله إزاي؟ طبعا زي ما حضرتك عارفة هو البرازيليان جوجيتسو هو بساط بس على الأرض مفروش، زي الكاراتيه وزي الجودو، يعني نفس الفكرة تقريبا في الألعاب دي. البوكس والكيك بوكس بتبقى حلبة، لكن احنا في الفنون القتالية المختلطة بيبقى قفص اللي هو ليه جناب حديد شكل مثمن، قفص مثمن بيسموه الاوكتاجون، تمام، او الكيج، وده اللي بيلعب جواه الفايترز بتوعنا. طيب الفعاليه بقى اللي مقامه في العالمين الجديده ازاي بيتم التحضير ليها؟ بطوله قاضيه للفنون القتاليه المختلطه الحمد لله هي اول بطوله مصريه 100% عالميه ودوليه. بيشترك معانا احنا عندنا 3000 مقاتل من جميع انحاء العالم، من مصر ومن امريكا ومن اوروبا والدول العربيه الشقيقه. ان شاء الله عندنا يوم 23 ده بدايه النزالات، هيكون عندنا 12 نزال ما بين 24 مقاتل، 12 منهم مصري و12 منهم اجانب، من اذربيجان، من البرازيل، من تركيا، من الجزائر، من المغرب، ومن نيجيريا. هيكون اهم نزالين فيهم نزالين على لقب وزن اللايت ويت، وزن ال70، ما بين البطل المصري محمد سمير وهينافسه البطل البرازيلي جوناثان كارلوس تيستا. وكمان عندنا مفاجأة البطولة المرة دي ان احنا عندنا بنتنا المصرية الملكة حسب ما لقبها الجمهور دينا عثمان، هي البطلة المصرية الملكة، هتلعب على لقب وزن ال61 في البنات، وبتلاعب دوز تريليون من نيجيريا. ازاي ممكن وجود البطوله او الرياضه دي في العالمين الجديده يعمل لها نوع من انواع الترويج؟ يعني هيك اتكلمت عن ابطال جايين من مختلف دول العالم وكمان ابطالنا المصريين في اللعبه، ازاي ده هيقدم نوع من انواع الدعايه، لان يمكن هي مش منتشره بشكل كبير في مصر او مش معروفه للناس بشكل كبير. ده حقيقي، هي مش مشهوره قوي في مصر. يمكن في بطوله قاضيه للفنون القتاليه المختلطه لما ابتديناها في 2021 كان كل اللي يعرفوا عن رياضه الفنون القتاليه المختلطه في مصر حوالي 5000. دلوقتي الحمد لله قدرنا نوصل بابطالنا المصريين ان هم يكونوا معروفين، في 600 ألف متابع لينا على كافه منصات التواصل الاجتماعي.
طبعا تواجدنا في مهرجان كبير جدا ودولي زي مهرجان العالمين بدفعة كبيرة جدا لينا، وزيادة دعم من القيادة السياسية تحت رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم وزارة الشباب والرياضة السيد الوزير الدكتور أشرف صبحي. تواجدنا في مكان متشاف قوي زي ده هيساعدنا أكتر للترويج ودعم أبطالنا المصريين. الحمد لله أبطالنا المصريين بقوا معروفين جدا في جميع أنحاء العالم من اللي متابعين اللعبة دي، وكمان احنا تابعنا مؤخرا إحدى الدول العربية الشقيقة بيحاولوا يوجدوا أبطال زي أبطالنا المصريين، بل وبيتحدوا بطلتنا المصرية دينا عثمان، ولكن دينا في حتة ثانية. ونوعدكم إن شاء الله اللي هيتابعنا ويتفرجوا علينا إن ولادهم هيحققوا الفخر ليهم ويرفعوا راسهم عالي على كافة منصات التتويج إن شاء الله. الرياضة دي ممكن أي حد يبدأ يلعبها في أي سن ولا مرتبطة بسن صغير ولا سن كبير؟ والله لو هتلعبها كنظام هو هاوي بس للعبة تقدر تلعبها في أي وقت أو في أي سن صغير أو كبير، ودي أفضل رياضة فعلا تقدر تدافع بيها عن نفسك لو تعرضت لموقف مش لطيف في أي مكان. لكن في مستوى الاحتراف لا، احنا حاطين قواعد صارمة وفقا للقواعد الدولية العالمية، فسن الاحتراف عندنا من 18، وأقصى سن الحد يقدر يستمر في الرياضة دي هو لحد سن 35. احنا بالتأكيد مستنيين نشوف بطولة وفعالية متميزة ومشاركة متميزة كمان من أبطالنا المصريين. أنا بشكرك في النهاية مصطفى القاضي المسؤول عن فعالية ألعاب الفنون القتالية المختلطة بمهرجان العالمين الجديدة.